عايز ابدا ببساطه عبد الناصر. ليه؟ يعني حتى الدكتور مصطفى الفقي كتب مقالا اليوم بموضوعيه شديده يعني، وحتى انتقد السيد عمرو موسى وقال انه لا تحاول ان تنزع عن عبد الناصر بساطته، يعني بالحديث عن انه كان يستورد طعاما من سويسرا. يعني في الجزء ده بساطة عبد الناصر، وليه استفزك هذا الكلام؟ لا انا حقيقي يعني يعني احنا اتربينا عيش يعني عشنا عيله زي اي اسره مصريه يعني. في امتيازات طبعا موجوده عندنا ان احنا ابناء رئيس الجمهوريه، يعني في امتيازات، البيت يمكن كبير، في حديقه، في حرس، ما بنروحش نعمل كبش مواصلات، الحاجات دي كلها. لكن احنا كنا بنخش المدارس اللي دخلها اي مواطن عادي. احنا عمرنا دخلنا، كلنا كنا في قومية، سواء احنا الولاد كنا في القومية بتاع الولاد، والبنات كانوا في قومية في البنات. كنا المدارس بنلبس الحكومية. كنا بنلبس من ما اللي هو اللبس اللي كان الناس بتجيبه من محلات سدناوي وشكوريل، يعني اللبس بتاع بدلنا كلها كان بيجي ترزي يفصل لنا او قماش. الجزم الكاوتش كانت هي الجزمه بتاعت باتا البيضه او الزرقاء ام رقبه. حتى جزم الكوره انا فاكر كان في محل في مصر الجديده اسمه النهضه، كانت كل مصر حتى جيلي هيفتكره، كان كلنا بنجيب منه جزم لو في كوره والحاجات دي كلها. يعني أنا فاكر أول جزمة تجيلي كده كانت جزمة كانت حاجة جميلة جدا، كان الله يرحمه الكابتن لطيف، كان تعب، والوالد طبعا بعد كان يعني أمر إنه يطلع يتعالج على حساب الدولة وكده، فهو راجع إحنا ولاده جاب لنا جزم، يعني جاب لنا، كنت أول مرة في حياتي أشوف الجزمة الأديدس. الأديدس كان الأديدس وقتها يعني تكتسب شهرة كبيرة وبتاع كانت ومستوردة أول بقى يعني وكده. كانت أول مرة، وكان وجات حتى لك من الكابتن لطيف. كانت كابتن لطيف، وكان حتى جاب له أول مرة شنطة أديدس، وحتى الشنطة الأديدس دي ليها قصة كده. أول لما كنا بنروح نادي هليوبلس كنا تبقى تروح عشان نلف المايوه فوطة كده ونروح، فلما جات الشنطة بقى فشيك بقى شنطة أديداس، فحطيت فيه المايوه الفوطة والحاجة بقى بتاعت النادي، وأنا حكيتها قبل كده القصة دي. المهم وأنا نازل لقيت بقى الولد الله يرحمه كان بيفطر في الصالة بره كده، فعديت عليه، عديت بقى سلمت وكده وبوسته وقعدت، وكان قعدت بقى فبص لي كده قال لي ايه الشنطه الحلوه دي؟ ها؟ قلت له ما دي حضرتك دي من ده كابتن لطيف لما جه كان جاب لي بتاعه كده. فلقيته بص لي كده قال لي انت رايح فين؟ قلت له النادي. قال لي طيب واصحابك اللي في النادي معاهم شنطه زي دي؟ يعني انا فهمت الرساله. قلت له لا، وقمت داخل شايل حاجتي من الشنطه وحطيتها في الفوطه تاني. مخله فوطه ليه داخل ورحت فدي يعني احنا اتربينا اننا في انه هنا ايه يعني ما تدخلش على الناس بشنطه ممكن تكون مش عندهم يعني فتشعرهم. احنا في امتيازات موجوده، الامتيازات دي موجوده جوه البيت او موجوده بحكم ان احنا بس دي لاسباب رئيس امنيه الجمهوريه، بس غير كده احنا كنا بنعيش حياه طبيعية زينا زي أصحابنا وزي أي حد معانا اللي هم في المدرسة أو كده. فدي إحنا أكلنا كان الأكل الأسرة المصرية العادية اللي هي خضار ولحمة ورز أو سمك أو فراخ أو مفيش رز. لا هنا القضية يعني لا تستورد طعاما من الخارج ما يعني. في ده أنا حتى كمان كان في نقطة إن الوالد كان تعرف هو أصيب بمرض السكر وهو في سنة 58 58 فإحنا الوالدة أنت عارف كانت هي يعني
يعني احنا البيت عندنا مثلا، حتى مثلا افرض في عيد ميلاد، في اي شيء من الحاجات دي كانت ما بيتواجدش في البيت بعد ما تخلص المناسبه الحلويات. ليه؟ علشان ما يبقاش في حاجه ممكن يعني بتخلي الوالد وهو ماشي شاف مثلا تورتايه، شاف بتاع حاجه فما كده، فما تدخلش الحلويات البيت. يعني الحلويات هتيجي لو في مثلا ضيفه، في مش في عيد ميلاد كده، كانت دي بعد كده ما تبقاش موجود. واكلنا اكله كان اكل بسيط عادي جدا. انا فاكر حتى لما كان يسافر كان بياخد الجبنه، كانوا بياخدوا له الجبنه البيضاء ياخدها معاه وهو مسافر، كانوا بياخدوها، ياخدوا له الطقم اللي هو بيبقى طالع معاه، عارف من الحاجات انه بياخد معاه الجبنه البيضاء بتاعته، هو كان يحب الجبنه البيضاء. لما اصيب عبد الناصر بالسكر ده نعاك يعني، انت عشت معاه انه بقى في نظام غذائي محدد يعني كده. في اللي هو واحد وكان في الصبح كان بيجي الله يرحمه الدكتور ثروت، وكان لازم يجي الصبح ويقيس له الضغط، وكانوا بياخدوا منه عينه وبتاع دي عشان يقيسوا له السكر. طبعا ما كانش فيه المكنه دلوقتي اللي بنقيس بيها السكر في ثانيه دي. وكان لازم بياخد حقنه الانسولين الصبح. ده كل يوم والفطار اللي هو الفطار يعني اللي هو فطار العادي يعني اللي هو حاجات جبنه ومثلا وحاجه سلطه مثلا سواء خيار طماطم او مثلا لو في بيض. حتى انا ما افتكرش انه كان من اللي بياكلوا بيض، ممكن بياكل فول بس. ف والغدا كنا بنتجمع كلنا على السفره في الغدا، بنتجمع على السفره. وطبعا يعني كان بتبقى بيت رئيس يعني الحاجه طبعا محطوطه صح ومترتبه وكله متظبط، بس كان نوعيه الاكل كان يا خضار يا لحمه وخضار ورز، يا سمك يا مكرونه، ليه النوعيات اكل بيت مصر. هنا بقى ليه اللي اغضبك في فكره ما هو هنا يعني ما علمته كمان انا اللي انه السيد عمرو بيقول لك واقع حصلت قدامي في التاريخ يقول لي لازم اقولها، انه كان بيجي لي يعني رجل ضخم الجثه ياخد مني طعام من سويسرا عشان النظام الغذائي لعبد الناصر. ما اعرفش يعني هو ما تخيلش ان كان بيجي، اصل ايه النظام الغذائي؟ ما اعرفش يعني كان بيبعت ايه، ما اعرفش يعني. انا اللي كنت بشوفه في البيت عندنا ما شفتش حاجه غير عاديه كانت بتيجي البيت. الحاجه الوحيده يعني مثلا هقول لك حاجه كمان، يعني كان اوقات مثلا ده حتى كاسترو كان كل شهر او كل يبعت له صندوق سيجار. هو الولد ما كانش بيشرب سيجار، ما بيشربش سيجار. سيجار ده الزعيم الكوبي فيدل كاسترو. فيدل كاسترو يعني انت عارف كوبا يعني هم مفيش احساس.